السلام عليكم أصدقائي، أتمنى تكونوا بخير. أنا بسفر الآن، ولهذا السبب حبيت أن أسوي لكم درس إنجليزي سريع بنفس الوقت، أوكي؟ طبعاً بشكل عام خلينا دائماً نتعود على أنه نكتب الكلمات اللي نأخذها بالكراس، وأهم شيء أنه تكون كلمات ذات معنى، كل الكلمات اللي تمر ويانا، لأن الكلمات مثل ما تعرفون تأثر على شخصية الإنسان وعلى تصرفاته وعلى تفكيره وعلى كل شيء بحياته. فلهذا السبب دائماً كل كلمة إلها معنى، إن كانت معنى للتحفيز النفسي أو بشكل عام الأشياء اللي نحتاج نسويها، أوكي؟ فأتمنى منكم أي مقولة عزيزة عليكم استفاديتوا من عندها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. إذا كانت بالعربي كتبوها بالتعليقات، وكل شخص يحب يترجمها من عندكم، يعني واحد يترجم للآخر، يعني مثلا نسوي مسابقة نقدر بالتعليقات، مثلا إذا عندك مقولة باللغة العربية اكتبها الآن بالتعليقات، وأي شخص ثاني يدخل يترجمها للغة الإنجليزية، وأنا راح أصحح الأكبر عدد من الأشخاص اللي موجودين أصحح لهم الترجمة، أوكي؟ هذا التمرين راح نسويه سوية الآن بهذا الفيديو. وإذا عندك مسبقاً أي مقولة باللغة الإنجليزية تحب تشاركها أيضاً، لك فرصة الآن أنه تجرب كتابتها في التعليقات، وتكتب أيضاً معناها باللغة العربية حتى الآخرين يستفادون من عندها وتصير مشاركة بالصفحة. طبعا احنا الان بالفندق، انا عندي جمله واحده، اجيت للباب الفندق لقيت محطوط هذه الورقه مكتوب بها جمله، اوكي هاي الجمله راح اكتب لكم اياها الان على الشاشه واقراها ايضا حتى تبين وياكم تستفادون من عندها. اوكي الجمله تقول: The don't disturb sign was displayed outside your door. اوكي their guest عزيزي الضيف، اوكي the don't disturb while sign was displayed outside your door. راح تظهر الان عندكم بالشاشه، هنا تظهر الكتاب لهذه الجمله وايضا معناها باللغه العربيه. تقدرون تتدربون عليها باللفظ الصحيح، وبعد ان تتدربون تكتبوها بالكراس، بامكانكم ايضا كتابتها بالتعليقات. بامكانكم الانطلاق من الان من هذه اللحظه بكتابة كل المقولات التحفيزية اللي عندكم أو المعلومات اللي تشوفوها مفيدة بالتعليقات، إن كانت باللغة العربية أو بالإنجليزية، وتقدرون أيضا تدخلون على الأشخاص اللي كاتبين باللغة العربية وترجموا لهم إياه للغة الإنجليزية، أوكي؟ حتى تصير مشاركة من الجميع ويصير تمرين لكم أيضا تستفادون من عنده بمحاولة أن أنتوا تترجمون كل الكلمات اللي عندكم. وإذا شفتوا جمل جديدة وتحتاجون إلى قراءتها، بإمكانكم أيضا انه تكتبوا لي بالتعليقات انه تكتبون الجمل اللي تردون قراءتها حتى اسوي لكم فيديو اخر بشكل سريع مثل هذا، واخليه بكل الجمل والكلمات اللي عندكم نقراها باللغه الانجليزيه والفظها باللفظ اللي انتم تحتاجوا، وانشرها باقرب وقت ان شاء الله. اذا عندكم اي اراء اي اقتراحات اتمنى منكم تتواصلون وياي، راح اسوي لكم فيديوهات سريعه من هذا اليوم ان شاء الله، ومجموعة من الكلمات والمعلومات اللي راح تستفادون من عندها. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق، ألقاكم قريبا. طبعا لا تنسوا المشاركة لهذا الفيديو لكل أصدقائكم، واللايك والشير والسبسكرايب إذا كنت الأول مرة تشاهد هذه القناة. إذن شكرا لكم وألقاكم قريبا، إلى اللقاء.